نعم ربي في بالك ما هذه الأرقام، ما هذه الأرقام الفلكية، هاتون أرقام وكارلو أرقام والريال أرقام وأيضا كاسياس يحاول أرقامه. سوبر هاتريك سوبر هاتريك، ضربوه 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 والدفاع يتصدى وكريستيانو إلى أن أفت أفت جبني في المكان السليم. وصلت الآن كريستيانو سدد جول. الله هو كريستيانو رونالدو، عجيبة يعني عجيبة، عجيبة يعني عجيبة على كريستيانو رونالدو. لا تقولوا هذه يا إلهي، هذه مباراة تشاهد مرة ومرتين وثلاث في الوقت القاتل، ما لها إلا كريستيانو رونالدو اللي يضع هذه القوة وهذه الدقة
فيها الكرة الماضية مرت من الكون صدت ووصلت وكريستيانو رونالدو بالتالي يسجل مرة أخرى ويهدر يكون الآن مع الجنوبي في إيطاليا مع نابولي وسجل هدفين إرييتو وكريزمان بالنسبة لسوسيداد بنزيما استلام بنزيما عرضها يا سلام كريستيانو يضرب يا رب استفزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع الكوماندور القائد السلاح اللواء هو من يهاجم للدفاع عن جيش مدريد قاذفة اللهب الدون مسجل رونالدو يتحرك ليقف البرنابيو رونالدو يضرب لتهتز كل مدريد الدون أولا الدون مسجل الله يا كريم الله يا كريستيانو انفجر في كل جولة انفجر في كل أسبوع في كل مباراة انظروا كيف يهرب انظروا كيف يعرف القياسات والمسافات انظروا كيف يحفظ الشباك والمرمى كاسياس منين لك هذا يا رونالدو مش ممكن مش معقول رونالدو يسجل الهدف الاول الهدف الاول من الدور ليسمع العالم ليسمع من به صممه وليعلم من لم يصله الخبر وليعترف من فيه نظره انك الاسطوره يا البرتغال واحد سفر ما يجيبهاش وياخد طاير للباتروس ويعمل يدين للباتروس ما ياخدهاش ما يوصلهاش رونالدو حتى وين يسكن الشيطان وين يسكن الشيطان وين